سيدة حكاية ترويها، قد يختلف إيقاعها أو يصبح أحياناً عصياً على الفهم، لينسج من نغماته معزوفة قد تطرب بعضاً، وقد تكون سلماً موسيقياً صعباً على بعض، في حين يمر بها البعض الآخر من دون مبالاة. تقضي هدى معظم ساعات نهارها خارج المنزل، تكد في عمل لا يوفر لها وأسرتها كل متطلبات العيش التي تطمح لها. أنا بجي كل يوم الصبح الساعة 10 إلى ربع، مشي شي ربع ساعة بمشي، وبرد برجع المساء الساعة 8، يعني كمان بيتحمل معي الطريق ربع ساعة تلت ساعة مشان أوفر مواصلات. الغياب المستمر عن البيت خلف فراغاً لم يستطع أن يملأه الزوج، الذي ساق لنا أسباباً كثيرة برر فيها عدم تمكنه من الحصول على عمل يخرجه من ضيق ذات اليد الذي تعيشه الأسرة. جيت لبلد عربية وأتفاجأت البلد بدها لغة بالإنجليزي، يعني أنا ما عندي لغة إنجليزية. كثير أنا مستصعب أنه أنا قاعد بالبيت وما عندي شغل بدون عمل، ومصروف غالي كتير، ويعني مرتي اللي بتشتغل ومرتي مريضة. تبادل الأدوار بين الزوجين لم يمر بسلام داخل منزل هدى المتواضع، التي باتت تعاني آلاما جسدية كثيرة لم تعرها أهمية بقدر آلامها النفسية. عندي توأم كنان وكنان عمرهم 12 سنة، البنت حطيتها بالمدرسة والصبي ما دخلته لأنه ما في إمكانية، وهي كتير إلها رغبة بالمدرسة، هو شوي مرضان كان، كنت عملت له عملية. أمنية صغيرة كانت حاضرة، أن تنتهي هذه الحكاية بسعادة كقصص الأحلام والجنيات، لكن الواقع تبدلنا بالمرصاد. لبرنامج اليوم على الحرة من الشارقة فائزة العزي.